السلام عليكم. سأقدم لكم مشروب طبيعي له العديد من الخصائص العلاجية والمفيدة للجسم، وأبرزها المحافظة على صحة القناة الهضمية والتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، كذلك يساعد بشكل ممتاز في التخلص من السموم البعيدة والديدان المعوية، كما يخلص الشخص من الانتفاخات والغازات المزعجة والتقلصات. سنحتاج في المكونات إلى عشبة اللويزة، ومن بين أسمائها أيضا المليسة، وما يميزها هو احتوائها على مضادات الأكسدة. أما طريقة التحضير، نقوم بوضع ملعقة صغيرة من عشبة اللويزة في كوب من الماء المغلي، هذا بعدما قمنا بغسلها جيدا. وكما ذكرت من قبل، تملك عشبة اللويزة فوائد عديدة يصعب إحصاؤها، إذ تعمل على علاج الآلام بأشكالها المختلفة كالصداع وآلام المفاصل، كذلك الصداع النصفي. ومن بين خصائصها أيضا تحسين المزاج وتقليل الاضطرابات العصبية والنفسية، والتي تتمثل في القلق والتوتر والاكتئاب، وتقوم بتهدئة الأعصاب. عشبة المليسة مفيدة جدا في تحسين القدرات العقلية وزيادة القدرة على التركيز، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة. تساعد في تقليل الوزن الزائد، حيث تمنع امتصاص الدهون وتخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. تترك عشبة اللويزة في الماء لمدة لا تقل على 10 دقائق، ويتم شرب الماء، ويمكن تحليته بالقليل من العسل حسب الرغبة، ويشرب دافئا، وكوب واحد في اليوم كاف تماما. ويمكن استخدام عشبة اللويزة في الطبخ أو إضافتها إلى الشاي، كما يمكن تناولها من طرف الصغار والكبار. ونسأل الصحة والعافية للجميع، ولا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.